تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب. يعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي. يشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، حيث يعقد على مدار يومين بواقع 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء حول قضية تغيير المناخ.